سينا عشان تتعقب اللي كانوا عاملين الاضطرابات في داخل سينا مخالفة باتفاقية كامب ديفيد ومتعدين اتفاقية كامب ديفيد، فده لا يرضي إسرائيل. كون ان الرئيس مرسي يفتح المعابر بتاعت غزة رغم ان كثير من الدول حاولت انها تساعد غزة وفشلت، فده لا يرضي إسرائيل. وبالتالي إسرائيل ليست، طب إسرائيل كيف يمكن، يعني كيف يمكن لها اختراق الصف او ايجاد ثقب لتدخل منه لتحقيق ما 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 حدث؟ الثقب موجود في النظام السابق بتاع مبارك، لان طبقا لاعترافاتها هي واعلاناتها هي انه كان كنزا ثمينا لاسرائيل في مصر، وبالتالي كان يطيع كل اللي بتعمله اسرائيل. وهو النهارده هو موجود في السجن، هو يتصل بجميع انحاء العالم عبر التلفونات اللي معاه وعبر الثريا وعبر كل الكلام ده، ويدير ما يديره. لكن بالمنطقة الإسرائيلي الإخوان لم يكونوا مزعجين بالنسبة لإسرائيل، كان هناك دائما التزام باحترام معاهدة كامب ديفيد وما إلى ذلك. أليس الإخوان هم، بلاش الإخوان، أليس النظام الرئيس مرسي هو من أدخل قوات المسلحة إلى المنطقة جيم في سيناء الملاصقة للحدود الإسرائيلية رغم أنف اتفاقية كامب ديفيد؟ أليس هذا ما حدث؟ أليس ما حدث أن الرئيس مرسي فتح المعابر رغما عن أنف إسرائيل؟ هذا حدث، ما بتكلمش الحادثة الصغيرة اللي دي بكلم في حاجات اللي. فهل كان إسرائيل راضي عما يحدث؟ لا، أنا بعتقد إن الفلول الموجودة تعاونت مع إسرائيل مع الدولة العميقة. طيب البنزين، طيب دكتور عبد الحميد، الآن وقد تدخل الجيش أو المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية المصرية، هل تتوقع أن تنسحب المؤسسة العسكرية من السياسة في مصر؟ ده مستنقع، يعني الشواهد بتقول كل من دخل إليه لا يخرج منه إلا مكرها. مستنقع كل في أي حتة في العالم هذا الكلام. عموما احنا برضو ما زلنا برضو في صدد مبادرة عشان حضرتك تبقوا عارفين مع السيد فضيلة الإمام شيخ الأزهر وبعض المهتمين بالنشاط السياسي، لعل وعسى أنها تؤتي نتيجة معنا. أنا عاوز بس أوجه للإخوة في القوات المسلحة نداء سبق أنها وجهته قبل كده للمشير طنطاوي والفريق عنان عندما كانت القوات المسلحه متهمه بانها بتطلق النيران على الشعب. النداء بتاعي الى السيد القائد العام والاخوه والزملاء في القوات المسلحه، ارجوكم باسم رفقه السلاح والرجوله والشهامه وباسم نصر اكتوبر العظيم الا تحاولوا قهر الشعب وهزيمته وتحقيق حلم اسرائيل الذي لم تستطع تحقيقه في ميدان القتال. فليبقى الجيش المصري حاميا للثورة المصرية وحاميا للديمقراطية والشرعية الدستورية وليس متصبا لها أو ساقطا في مستنقع السياسة. لا تنزلقوا إلى النموذج السوري، فالأحداث يجر بعضها البعض. أرجوكم عيشوا أبطالا ودافعوا عن أمن مصر القومي لكل المصريين وليس لفريق دون الآخر. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحميد مبانا. في مصر